مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من مدينة الجديدة. كيتواجد معنا هذا السيد اللي أمامكم، بحار، هو أب لثلاثة أبناء، خدام في البحر أكثر من 23 سنة. تصاب بمرض لحد الساعة مازال ما عرفش هو نوع المرض اللي عنده، ما عندوش باش يتعالج. يعني هو كيتمنى إن شاء الله الجمعيات والمحسنين وكل من شاف يعني هذا المباشر ديالو يتعاون معاه ويساعده باش يتعالج، وما طالبش شي حاجه اكثر من العلاج. هذا السيد المرض ديالو لحد الساعه ما عارفش هو لحد الساعه اشنو عنده وباغي يتعالج. حنا غنخلوه هو يحدثنا على المشكل اللي عنده، على المرض اللي عنده، وغنتبعوا معاه جميع ونشوفوا التفاصيل ديال هذه القضيه ديالو ديال هذا المرض عنده. تفضل اخوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. اخوتي انا كنت خدامه بيا معليه، خدامه تقريبا من الاخر ديال 2019، تقليت 2020 بديت كنحس براسي ولادي ناقص شويه في اليديه، مبقيتش كنقد نخدم، وليت كنمشي للمركب كنوقف ونطيح، داكشي غادي وكيتزاد. وبديت كنقلب على راسي، مشيت عند كنمشي عند الطبيب اللي كنمشي عندو كيطلب ليا لي ريم، كيطلب ليا التحاليل. المهم بقيت جمعت شويه ديال الفلوس في الصيف، مشيت درت لي ريم ديال الراس، جا خرج مزيان ما عندي والو الحمد لله. عاوتاني درت لي ريم ديال العمود الفقري، تبعت مع واحد الدكتور قال لي عندك هاد العمليه على حساب العمود الفقري، قال لي عندك الفقره ديال الرقبه تاكلو، قال لي خاصك دير واحد العمليه كدير ما بين، قال لي المهم كتقام ما بين 4 حتى 5، قال لي بكل شيء ليها، قال لي بالانعاش ديالها بكل شيء ليها. وانا ما استطعتش، خليت هذاك الطبيب ومشيت كنجري على طب اخرين ثاني. مشيت درت هاد الراديو ديال المغناطيس، درت التحاليل بزاف، هما تقريبا واحد 18 تحليله ولا شنو، هما كلشي كيخرج مزيان. درت لي ريم وكنت خدامه بيا معليا، وهداك الشيء بحد درجة يدية ولاو في هاد الحالة، بحال هكا يدية مبقيتش كن، ولاو الدار كيلبسوني طقاشر، لبسوني السروال، لبسوني السبرديلة، لا ما درت شي عصا في يدي ما نقدرش نجي. راه الإخوان البحارة كنشوفو مباشرة، راهم صحابي ديال الجزيرة، كلشي كيعرفني ديال الصيد التقليدي، كلشي كيعرفني. واليوم أنا باغي ما طلبت والو من شي جمعية ولا المحسنين، الله يجازيهم بخير. أنا عندي وليدات مازال باقي محتاجين ليا كيقراو، وباغي باش نتعالج. أنا ما كنطلب والو، ما باغي لا دار لا حتى حاجة، أنا كنطلب من المحسنين إلا بقيت فيهم ولا شي جمعية يتكفلوا بيا. أنا ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى. والديا مسكرهم بجوجهم مشلين، بجوجهم مراد، وانا هو اللي كنعيلهم، انا هو اللي كنجري الاسره كامله، والغالب الله. فلحد الساعه ما عرفتيش المرض ديالك؟ لحد الساعه ما بقي ما عارفش اشنو عندك حتى حدود اللحظه، يعني ما عارفش نوع المرض اللي عندك. الطب كيمشي عندو ما كيقول، كل واحد كيش يعطيك، هذا كيعطوك طريق ما ديال الدواء، ولكن ذاك الدواء اللي كنشرب بريوات درت ترويد حتى حاجه ما دارت، ما كنحس به 1% ديال العلاج. ايديا دابا مابقاش كنحس بهم، هاد العصبات خواو منا ماشيين، هاد العصبات مابقاوش، هاد اليدين ماشي الحاله ديالتهم، مابقاش كنقد نقرا، نقسم تطريف ديال الخبز باش ناكل بحال هكا.
مهم ولا عندي الفشل دابا الدراع من هنا والدراع هذا مابقاش نقعد الفوق هذا ولا ثقيل عليا الدراع بزاف وعندي الفشل من هنا رجليا انت ما في الطريق لا تقدمت شي حاجه خفيفه شي كنطيح صافي كنطيح نقدر نطيح نتوعت على وجهي حد نار تحت هنا هاد الايامات مؤخرا عادي تصاور طحتني بالسبب ركابيه المهم اللي عادي ما بقاش كنشد التوازن وليت فاقد التوازن ديالي كنكون غادي كنت كنبغي نطيح على هاد الحيط نبغي نطيح على هاد الحيط نتكالي على الجهد الفاق المهم ما بقاش التوازن ديالي هو هذا هو اللي كاين هذا وكنت نتمناو من المحسنين ولا شي جمعيه ولا شي واحد كيعرف شي طبيب ولا شي حاجه انا راه الغالب لا راه كنخدم في صيف ذاك الرزايق اللي صورت في صيف خسرتو في تحاليل واجراءات وطب وما جابش لا طب كيعطيوك الدواء والاختصاص ما عديش باش نواجههم مشينا على الاختصاص ما عديش باش نواجههم مشيت عند هاد الطبيبه مؤخرا دوز عندها عطاتني الترويد عطاتني 20 حصه في 10 ديال الترويد ودرت الترويد درت 17 حصه 850 درهم الحصه وما دار معايا والو ما دار معايا والو الترويد ما كنحس بحاجه والو حتى حاجه ما كاينه في التحسن ايوا الطبيبه شفتها قالت لك هاد الالم راه نادر خاصك لي كاين واحد الدواء غالي كيمشي في السيروم كيدير تقريبا شي مليون ونص الجرعه وانا ما عديش شحال من جرعه تقريبا وانا ما عرفتش انا باقي ما رجعتش عاد باش غتقول لي باش تحدد معايا وتقول لي الديوانيه واش فعال انا باقي ما عقش معاه كتكون هي من الخميس خميس عاد كتجينا الدماج الاجتماعي باغي نعاود نشد مع رونديفو وتفهم لي كيفاش هاد الدواء اللي كيمشي ونعرف الثمن ديالو شحال وانا باقي بالي حد الساعه حتى ما بقيتش تخدم يعني الخدمه صافي لا صافي الخدمه ما بقيتش كنخدم مؤخرا الايامات قلت لك نمشي للمرسى ورا الناس كيعرفوني راه كيعرفوني دول جديده كاملين كنبرك على ركابيه باش كنهود الفلوكه باش انا نمشي نجيب واحد طريف ديال الخبز واحد المعاناه وليت كنعانا ما كنت كنعانا انا كنت صحيح ما بيام عليا نقز من الفلوكه للفلوكه ادري بيا وعشريه المرسى ديال السيد التقليدي كلهم كيعرفوا هذا الوجه هذا هادشي انا سميتي حمد الحوسين كلشي كيعرفني صحابي كلشي تفاجئ قال لك او اللي شافني مسكين يقول لي ما كان رئيس وليتي بعد وكان يقول لهم هادشي جاب الله قادر يلاه ما بيا مالية انا ما كان كمية ما كان شرب ما كاينش شي حاجه ابتلاءات لا تقول الا اثرت فيا ولا شي حاجه كنحمد الله ونشكره ولكن هادشي ما نعرفش ما عرفتوش منين جا هادشي هذا لكن شي اخواني ولا كاين شي محسنين كفلوا بينا وشوفوا لنا شي شي بروفيسور ديال هادشي انا وقال لي كاين واحد بروفيسور كاين في كازا كاين في مرس كاين واحد لاكلينيك كي سميتو مرس السلطان في كازا ولكن انا ما عنديش جهد باش نمشي على طبيب الله يجازيكم بخير الاخوان اللي بغى يدير معنا شي اجر ولا شي حاجه تعمل معنا الغالب الله الغالب الله وسمحوا لينا الغالب الله ما عندي باش نقول سي الحسين دابا الرقم ديالك الهاتفي هو كاين على الشاشه غير باش تعاود تاكديه للمشاهدين اللي غيبغيو يتعاونوا معاك يعني يتواصلوا معاك في هذا الرقم ديالك عاود تاكديه الرقم ديالي هو 06 58 74 30 80 يعني كتكون في الماي الحب جديده في دوار بولي يعني اللي بغى يتواصل معاك يتصل بك في هذا الرقم هذا اللي بغى يتواصل معاك يتواصل معاك تاكد لي الناس الحسين 06 58 74 30 80 عادي ثلاث الوليدات بو امي راهم تحت لا الله محمد رسول الله ادري لا كلشي كيعرفني انا كلشي ديال جديد هادو المرسى ديال الجرف ديال جديد هادو القيطة هادي السيد التقليدي كلهم كيعرفوني ما كاينش اللي ما كيعرفنيش والحالة ديالتي راه الغالب الله ايوا هذا اللي كاين كيما تبعتوا معنا يعني هذا هو السي الحسين يعني بحار اللي اشتغل حوالي 23 سنة قضاها في البحر الان هو مريض هو المرض ديالو اللي تصاب به ما عارفش شحال حدود اللحظه يعني نوع هذا المرض من هذه الفشل في الديه وفي الديه ما بقاش كنقدر نحرك ومحركة ما بقاش قاعد نخدم ولو تبدو فيا بزاف الحوايج كيما سمعنا يعني ولاو يديه راكدين عليه رجليه راكدين عليه لا 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 محمد رسول الله كنبغي نلبس التبرديله نلبسو لي الدار نلبسو لي الطقاشر يساعدوني لك الناس ينوضوني تنوض معاناة حقيقية كيعاني هاد السيد هاد البحار اللي امامنا اللي عند كاز ديال الوليدات
وعنده حتى الوالد والوالده ديالو مصابين بالشلل، هو المعيل الوحيد ديالهم. دابا نتوما كتشوفوا يعني ها الملفات ديالو الطبيه، يعني اللي بغى يتعاون معاه ويتواصل معاه. هذا ديال التخطيط ديال هو الملف ديالو باش يكمل يعني العلاج ديالو. شحال ديال التحاليل درتها؟ شحال ديال التحاليل درتها؟ شحال ديال التعب؟ وحدي كانت قاتل، وحدي كانت قاتلة. شحال ديال التحاليل درت؟ كلشي كيخرج مزيان. التحاليل تاع خطور ديال الدم، ديال لاكود، ديال السكر، ديال الطونسيون، ديال فيتامين دي، ديال كلشي كيقول لك كيخرج مزيان. حاجة التحليلات مشاو حتى لاوروبا تقلبوا جاو قال كلشي عندك مزيان، وهادشي ما عرفتوش من هاشان. التحاليل كيجوك مزيانين كلشي كيقول لك، ولكن انت هاد المرض ديالك لحد الساعة ما اكتشفوش شنو ما اكتشفوش. طبيبة وحدة اللي اكتشفوا قالت لي هاد المرض نادر، كيطلبوا حتى حد العلاج ديالو كيطلبوا حتى ثمن باهيت. وانا ما جاتيش الثمن باش غادي، ما عرفتش انا ما عديش باش عدي الله سبحانه وتعالى. وكنشوف من المحسنين ولا شي جمعيه تكفل بيا ولا شي حاجه، انا مستعد نمشي معاهم يعالجوني. والعلاج هو الله سبحانه وتعالى. كنتمنى والله ان شاء الله يعني تعاونوا معاك المحسنين ان شاء الله. من شاهد هذا المباشر اللي كنبثوا الان مباشره على قناه شوف تي في، يتواصلوا معاك ويتعاونوا معاك ويساعدوك ويقدموا لك يد المساعده. الله يجازيهم بخير وترجع الصحه ديالك كما كانت. وهذه امنيتي، وتخدم على وليداتك وتكبر وليداتك وتوصلهم الشيء اللي كنتي كتمنى فيهم ان شاء الله، وتعاون والديك اللي كبار في السن اللي هما دابا مصابين بالشلل. احنا يعني كنتمنوا ان شاء الله تا ابن هذا الوطن وتا خوتك وخواتاتك المغاربه كلهم كيشوفوك دابا في هذه اللحظه. المرسى كامل كتعرفني، بيا وشري كامل كيعرفوني، ارباب المراكب ديال السعي التقليدي، ولكن مساكن تا هما الغالب لا تا هما ما كرهوش، تما ما كرهوش. ما اللي بغى يساعدني ولا اللي كيعرف شي طبيب ولا اللي بغى يدير معايا شي مساعده مرحبا به. الله يجازيه بخير. كنتمنوا الله ان شاء الله كما قلنا لك، اللي كيشوف معنا هذا المباشر على قناه شوف تي في يتواصل معاك يتعاون معاك ويقدم لك هذه المساعده باش تعالج وترجع الصحه ديالك كما كنتي، تخدم على وليداتك وعلى والديك. رقم الهاتفي ديالك هو مبين على الشاشه، حنا كنديرو هاد البث المباشر معاك. انت واحد من البحاره ديال مدينه الجديده اللي معروفين بهاد المدينه ولتصيبتي بهاد المرض النادر. فكنتمنوا ان شاء الله يدخلوا اصحاب نيات الحسنه والجمعيات والمحسنين وكل من كيشاهد هاد المباشر وقدر يعاونك ويساعدك. نتمنوا ان شاء الله ما يبخلش عليك ويتواصل معاك باش ترجع الصحه ديالك كما كانت، وتخدم على راسك وعلى وليداتك وعلى الوالدين ديالك. انا راه ما كنطلب منهم حتى حاجه، ما باغي لا دار لا دنيا لا والو، باغي صحيحتي ترجع ليا باذن الله. الحمد لله عندك حرفتك، عندك خدمتك، يعني لا جاتك صحتك هادي تعيش راسك. راه كلشي كيعرفني، الناس ديال القطاع ديال الصيد التقليدي في جديد راه كيعرفوني، في كازا حتى هما كيعرفوني، كادري المصح المهنيين ديالنا كلهم كيعرفوني. كنتمنوا من الله يعني النداء ديالك يوصل لهاد الناس، الجمعيات، المحسنين، الناس اللي قدروا يساعدوك ما يبخلوش عليك ويتواصلوا معاك في رقم الهاتفي ديالك وفي انتظار التدخل ديالهم. فغنهيو هاد المباشر، وديما كنقولوا بان احنا غادي ننهيو هاد المباشر اللي كنديروا معاك دابا، ولكن المعاناة ديالك حتى غتبقى متواصله الى حين التدخل ديال هاد الناس اللي غيتعاونوا معاك ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. احنا غنهيو هاد المباشر ونتمنوا ان شاء الله يتواصلوا معاه كل من شاهد هاد المباشر يتواصل مع رقم الهاتفي ديالو اللي مبين الان على الشاشه. وفي انتظار ذلك استودعكم الله والى اللقاء.